نعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه بعض فوائد من قصة كعب بن مالك رضي الله عنهم، في الحديث أهمية الصدق، وأنه وإن كان شاقًا على النفس لكن عاقبته حميدة، وفيه الذب عن أرض المسلم في غيبته ورد الغيبة، فيه تبشير المسلم وفيه أن الكفار يتحينون فرصة تكون بين المسلمين بعضهم مع بعض، كي يفتن المسلم فيه أهمية التوبة النصوح وبركتها، بركة التوبة النصوح، فيه أن من يصدق الله يصدق، وفيه تبشير المسلم بما يسره، فيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من كمال الشفقة على أمته والفرح بما يسرهم، لأن وجهه صلى الله عليه وسلم كان كقطعة قمر لما نزلت هذه التوبة، في بعض الروايات أن كعب بن مالك لما نزلت توبته قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقبلت يده وركبته، فيه العمل الصالح يتبعه عمل صالح، قال: إن من تمام توبتي أن أنخلع من مالي صدقة لله، وفيه عدم الصدقة بجميع المال، وألا أمسك عليك بعض مالك، في أن الصدق نعمة من الله عظيمة، في جواز الغزو في الشهر الحرام، وفيه تصريح بجهد الغزو
إذا لم تقتضي المصلحة ستره. وفي أن الإمام إذا استنفر الجيش عموما لزمه النفير ولاحق اللوم كل فرد. فيه هجر من يستحق الهجر من المسلمين من أهل البدع والمخالفات الشرعية. وفي أن العاجز عن الخروج بنفسه وماله لا لوم عليه. وفيه استخلاف من يقوم مقام الإمام. وفي ترك قتل المنافقين. فيه عظم أمر المعصية. وقد قال الحسن البصري: يا سبحان الله، ما أكل هؤلاء الثلاثة مالا حراما، ولا سفكوا دما حراما، ولا أفسدوا في الأرض. أصابهم ما سمعتم، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، فكيف بمن يواقع الفواحش والكبائر. وفيه أن القوي في الدين يؤاخذ بأشد ما يؤاخذ الضعيف في الدين. وفيه أن الهجر يمكن أن يكون لقوم دون قوم حسب المصلحة. وفيه أن الهجر بقدر لا يكون إلى الأبد. فهذا كان 50 ليلة بقدر ما يظن أنه أثر فيه. وفيه أن الهجر لا يكون إلا عند تحقيق المصلحة. وفيه جواز إخبار المرأة عن تقصيره وتفريطه. وفيه مدح المرء بما فيه من الخير إذا أمن الفتنة. وفي جواز أن يحكي الإنسان عن بعض أعماله الصالحة للمصلحة. فكعب ذكر شهوده العقبة. وفي فضل أهل بدر والعقبة. وفيه التورية عن المقصد. وفي جواز ترك وطء الزوجة مدة. وفيه عدم التسويف بالطاعة والتأخير بها. لذلك قال سبحانه وتعالى: استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. الإنسان يبادر مباشرة بالعمل الصالح ولا يؤخر. فنسأل الله أن يلهمنا المبادرة إلى الطاعة، وألا نسلب نعمة الطاعة. وفي جواز تمني ما فات من الخير.
وفيه مشروعية أن يكون الرجل على الوضوء وأن يبدأ بالمسجد قبل بيته، وفيه صلاة ركعتين إذا دخل المسجد، وفيه جلوس القادم من سفر في المسجد للسلام عليه، وفيه مشروعية السلام على القادم، فيه الحكم بالظاهر، في مشروعية بكاء العاصي أسفاً على ما فاته من الخير، وفيه أن السلام وإن كان واجباً إلا أنه يترك عند الهجر، وفي جواز الهجر أكثر من ثلاث لمصلحة شرعية، وأن الهجر إلى ثلاث إنما هذا لمن لم يكن هجرانه هجرانا شرعيا، وفي أن التبسم قد يكون عن غضب، أو تعجب، ولا يختص ذلك بالسرور، في شؤم عاقبة الكذب، فيه تبريد حر المصيبة بالتأسي بالنظير، وفيه تعليق سعادة الدنيا والآخرة والنجاة بالصدق، وفيها أن من عوقب بالهجر يعذر في التخلف عن صلاة الجماعة، لأن مرارة وهلالا لم يخرج من بيوتهما تلك المدة، وفيه سقوط رد السلام على المهجور إذا سلم، في جواز دخول المرء دار جاره وصديقه بغير إذنه ومن غير الباب إذا علم رضاه بذلك، وفيه أن قول الرجل الله ورسوله أعلم أو الله أعلم ليس بخطاب ولا كلام، وإذا حلف أن لا يكلم الآخر فلا يدخل هذا في الكلام، لأن كعبا سال أبا قتادة وألح عليه فقال الله أعلم، وفي جواز مسارقة النظر في الصلاة أنه لا يقدح في صحتها، وفي خدمة المرأة لزوجها، في جواز تحريف ما فيه اسم الله للمصلحة، في عدم السفر
إلى بلاد المشركين فضلاً عن الإقامة في بلادهم، وإنما يجوز فقط بصورة استثنائية وشروط، وفي مشروعية سجود الشكر، وفي إعطاء البشير أنفس ما يحضر، وفي تهنئة من تجددت له نعمة، وفي القيام إلى صاحب البشارة، في اجتماع الناس عند الأمور المهمة أو في الأمور المهمة عند الإمام، أو عند العالم، وسروره بما يسر أتباعه، وفي مشروعية العارية، في مصافحة القادم والقيام له، لا سيما لو غاب غيبة طويلة، وفيها أن الصدقة والأعمال الصالحة من تمام التوبة، وفي أن من نذر الصدقة بكل ماله لم يلزمه إخراج الجميع، وفي فضيلة ظاهرة لكعب بن مالك أنه كان من المهاجرين الأولين الذين صلوا قبلتين، عفوا، من الأنصار ليس من المهاجرين، من الأنصار، في ذكر الآيات بلا استعاذة عند الاحتجاج والاستدلال بها، قال البخاري رحمه الله: باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم الحجر. ثم قال: باب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع من غزوة تبوك فدنا من المدينة فقال: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا: يا رسول الله، هم بالمدينة؟ قال: هم بالمدينة حبسهم العذر. فيه أهمية النية في العمل الصالح، وأن الرجل يبلغ بنيته ما يبلغ بعمله إن كان معذورا. وفيه أن العذر مانع من الجهاد في سبيل الله، ولكنه لا يضيع الأجر،
باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر، عن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه قال: لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل، بعدما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل، يعني العسكر الذين كانوا مع عائشة رضي الله عنها، فأقاتل معهم، كاد أن يكون معهم، ولكنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم كلمة تذكرها، فهذه الكلمة جعلته لا يدخل في هذه الفتنة. قال: لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل. قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى، قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. في هذا الحديث أنه لا يجوز تولية النساء، لا الإمامة العامة ولا الخاصة ولا القضاء، فالمرأة لا تصلح لذلك، أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، فالمرأة نشأت في الزينة ونحو ذلك وليست هي من، والمرأة لا تقوم بولاية نفسها، فكيف تقوم بولاية غيرها؟ وفي علم من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم حيث لم يفلح قط، وقد يقول قائل في بعض الدول في تولية نساء وهي دول يعني لها مكانتها مثل الهند وبريطانيا ونحو ذلك، فما الجواب؟ أولا الجواب أن هذا الذي أن هؤلاء لم تحكمهم المرأة حكما عاما بنفسها، وإنما هذا الحكم فيها في الحقيقة للرجال وليس لها وإنما هي صورة، وحقيقة ليست كذلك، يعني ملكة نعم اسمها، لكن الأمر برئيس الوزراء وتمشية البلاد بمجلسهم مجلس الشيوخ ومجلس كذا هم الذين يخططون وهم الذين يفعلون، هي ليس عليها إلا أن توقع فقط. ولذلك لما ملكة سبأ ألقي إليها الكتاب ماذا فعلت؟ قالت: ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، ما تفعل شيء إلا عن مشورة جماعتها وهم الذين يقررون. ثم لما اتخذت قرارا كان قرارا يعني مضحكا، هي جاءها أمر في جنة ونار وإسلام وكفر، وهي تقول: إني مرسلة إليهم بهدية رشوة، فهل نفعها ذلك؟ ما نفعها، فهي تحيرت، جاءت إليهم متحيرة. هكذا المرأة نصف عمرها عقلها ليس متزنا وليس مستقيما في وقت الحيض وقبله بقليل وبعده، ثم إذا حملت أيضا وهي في أحوال عجيبة وأمراض كثيرة، ومن عجب أن ترى من يطعن في هذا الحديث
بل وفي الصحابي لأجل أنه يريد أن يولي المرأة، وهذا من الهوى عياذا بالله. وعن السائبي قال: أذكر أني خرجت مع الصبيان نتلقى النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثنية الوداع مقدمه من غزوة تبوك. إذا ثنية الوداع من جهة الشمال من جهة تبوك، وليست ثنية الوداع من جهة مكة، من العكس، هذه شمال وهذه جنوب. ولذلك قصة طلع البدر علينا من ثنية الوداع في الهجرة هذه لا تصح وفيها نكارة، يعني كيف ثنية الوداع انتقلت إلى الجنوب، يعني هذا الجبل انتقل إلى الجنوب وهو في جهة تبوك جهة الشمال. عندكم هذا طلع البدر علينا، تعرفون من البدر؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم يقولون أنه إذا جاء لما جاء من الهجرة الناس غنوا هذه وأنشدوا هذا الإنشاد، وليس الحديث لا يصح لا سندا ولا متنا. نعم، تفضل الأذان. الله أكبر، الله أكبر.
قال: باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم وفاته، وقول الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في مرضه الذي مات فيه: يا عائشة، ما أزال أجد ألم الطعام الذي أكلت بخيبر، يعني تلك الأكلة التي طعمها بخيبر من اليهودية، فهذا أوان وجدت انقطاع أبهري من ذلك السم. وهذا عرق يكون مستطلا في الظهر مرتبطا بالقلب، فإذا انقطع يعني مات الرجل. ولذلك قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم مات شهيدا، ولزالت أكلة يعني خيبر هذه يجدها صلى الله عليه وسلم في لهواته، في يعني آخر الفم عند اللهات. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه، لما كان في مرضه جعل يدور في نسائه ويقول: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ يعني يريد ويحرص على بيت عائشة. قالت عائشة: فلما كان يومي سكن، فأذي له أزواجه أن يكون حيث شاء حيث يشاء، فكان في بيت عائشة حتى مات عندها رضي الله عنه. قالت عائشة: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطب، جريدة رطبة يستن بها يتسوك بها، فيجوز التسوك بأي شيء ولو لم يكن من عود الأراك. فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، قال: فرأيت ينظر إليه فعرفت أنه يحب السواك، فقلت: أأخذه لك؟ فأشار برأسه النعم، فقلت له: أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن، فأعطانيه فتناولته فقضمته فاشتد عليه، وقلت: ألينه لك؟ فأشار برأسي النعم، فأخذت السواك فقصمته أو فقضمته ثم مضغته ونفضته فلينته وطيبته، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستنى به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استنى استنانا قط أحسن منه، ثم ناولنيها فسقطت يده أو سقطت من يده، وكان بين يديه ركوة أو علبة يشك عمر فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن الموت سكرات. وكانت إحدانا تعوذه بدعاء إذا مرض، فذهبت أعوذه فرفع رأسه إلى السماء، وكان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث ومسح عنه بيده، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ وفي رواية أنفث عليه بهن وأمسح عنه بيده رجاء بركتها. فسألت الزهري: كيف ينفث؟ قال: ينفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه، نصب يده إلى السماء، شخص بصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصغت إليه قبل أن يموت، وهو مسند إلي ظهره، وأخذته بحة شديدة وهو يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى، اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى ثلاثا. وفي طريق قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح: إنه لم يقبض نبي قط
حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير، يعني في القبض، في قبض روحه. فلما نزل به الموت ورأسه على فخذي وشي عليه ساعة ثم أفاق، فأشخص بصره إلى سقف البيت ثم قال: اللهم في الرفيق الأعلى. فقلت: إذن لا يختارنا. وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا به وهو صحيح. قالت: فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم الرفيق الأعلى. ثم قضى ومالت يده. وكانت تقول: إن من نعم الله علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات في بيتي وفي يومي الذي كان يدور علي فيه، ورأسه بين حاقنتي وذاقنتي، وفي رواية بين السحر ونحري، وأن الله جمع بين ريقي وريقه عند موته في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة. بل أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عباس أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا الحسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أصبح بحمد الله بارئا. فأخذ بيده عباس بن عبد المطلب فقال له: ألا تراه أنت؟ فقال له: أنت والله بعد ثلاث عبد العصا، وإني والله لأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يتوفى من وجع هذا، إني لأعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت، فاذهب بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنسأله في من هذا الأمر، إن كان فينا علمنا ذلك، وإن كان في غيرنا علمناه. وقال: آمرناه واستشرناه فأوصى بنا. وقال علي: إن والله لئن سألناها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعناها لا يعطيناها الناس بعده أبدا، وإني والله لا أسألها رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، يعني الإمارة. وهذا في رد على الروافض أخزاهم الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي لأحد بالخلافة من بعده. وعن عبد الله بن عباس أن أبا بكر خرج وعمر بن الخطاب يكلم الناس، فقال: اجلس يا عمر. فأبى عمر أن يجلس، فأقبل الناس إليه وتركوا عمر. فقال أبو بكر: أما بعد، من كان منكم يعبد محمدًا صلى الله عليه وسلم فإن محمدًا قد مات، ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت. في دعوة الأئمة إلى التوحيد في جميع المواقف، الأئمة والعلماء إلى التوحيد، حتى بين علماء وأئمة ومشايخ التوحيد. قال الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، إلى قوله الشاكرين. وقال: والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر، فتلقاها الناس منه كلهم، فما أسمع بشر من الناس إلا يتلوها. فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وعن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب أن عمر قال: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى ما تقلني رجلايا، يعني دهشت وتحيرت حتى ما تحملني رجلايا، حتى أهويت إلى الأرض حين سمعته تلاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. عن أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه، يعني الثقل،
فقالت فاطمة: وكرم أباه؟ فقال لها: ليس على أبيك كرم بعد اليوم، إنما الكرم ببقائه في الدنيا، وأما في الآخرة والقرب من الآخرة فإنه لا كرب في لقاء ومرافقة الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فلما مات قالت: يا أبتاه، أجاب ربًا دعا: يا أبتاه، من جنة الفردوس مأواه؟ يا أبتاه، إلى جبريل نعاه. فلما دفن قالت فاطمة: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ باب آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم أن قال: اللهم الرفيق الأعلى. باب وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لبث بمكة 10 سنين ينزل عليه القرآن، وبالمدينة 10. ثم قال: باب بعث النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد رضي الله عنهما في مرضه الذي توفي فيه، يعني كان يوصي بإنفاذ جيش أسامة. قال: باب عن أبي الخير مرسل بن عبد الله اليزني عن الصنابحي عبد الله أنه قال له: متى هاجرت؟ قال: خرجنا من اليمن مهاجرين، فقدمنا الجحفة فأقبل راكب فقلت له الخبر، فقال: دفن النبي صلى الله عليه وسلم منذ 5. قلت: هل سمعت في ليلة القدر شيئا؟ قال: نعم، أخبرني بلال مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في 7 في 10 الأواخر. باب كم غزا النبي صلى الله عليه وسلم. عن البراء رضي الله عنه قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم 15. وعن بريدة قال: غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 16 غزوة. في أحد يقرأ إخوان؟ وبعد الصلاة إن شاء الله. هذا الحمد لله رب العالمين.